أيها الإخوة الأكارم، نحارب أمريكا بمخططاتها الآثمة، بمخططاتها الآثمة التي هي ضد مصر، ضد مصر منذ كانت أمريكا على ظهر الأرض. تحارب تركيا، تحارب قطر التي تظن أنها تلوي أعناقنا حينما تطالب بالوديعة. إنها وديعة من مال نجس. حسنا أن نرد هذه الوديعة إلى أصحابها، ويأتي الرد من المصريين الشرفاء الذين تجاوزت قيمة ما اشتروه من سندات لقناة السويس 40 مليارا في بضعة أيام. وظني ولن يخيب إن شاء الله أنها ستتجاوز 100 مليار. هذا هو شعب مصر.